فعلا سارة، قمة تاريخية أقيمت في سنة حرجة بنمر فيها جميعا بسبب جائحة كورونا وتبعاتها، أثبتت من خلالها المملكة أنها قائدة للعالم بفضل رؤيتها، من خلال توصياتها ظهرت إنسانيتها وحكمتها، وكان بصلب اهتماماتها دعم الدول الأكثر فقرا والدول النامية. إذن على مدار يومين استمرت أعمال قمة القادة العشرين برئاسة السعودية، قمة كانت استثنائية من كل النواحي، الملفات اللي ناقشتها، التوصيات اللي خرجت فيها، وبتنظيمها اللي أشاد فيه القادة والإعلام، السعودية ألهمت العالم. على أعمال القمة هالسنة جائحة كورونا اللي ألقت بظلالها على كل جوانب حياتنا، وفي البيان الختامي جاء التشديد على ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن، وتعهدت دول المجموعة بتعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية، وبتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول النامية إلى يونيو 2021، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الجي 20، رح يستفيد منه أكثر من مليار إنسان بالدول المدينة. كما يمكن للدول النامية أو الفقيرة تتقدم بطلب لإعفاء تام من الديون، ورح يدرس كل طلب على حدة. وصل مجموع ما قدمته دول المجموعة أكثر من 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي. قادة المجموعة تعهدوا أيضا ببذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات كوفيد 19 إلى الجميع بطريقة عادلة وتكلفة ميسورة، وما رح تكون في أي أفضلية لدول المنشأ للقاح أو الدول الغنية. ومن أبرز مخرجات القمة اللي كان في جوهرها الحفاظ على كوكب الأرض اللي منتشاركه جميعا، تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إطلاق السعودية للبرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، ودعا خادم الحرمين الدول الأخرى لتحقيق أهداف البرنامج للتصدي للتغير المناخي اللي رح يعمل على إدارة الانبعاثات للتخفيف من حدة التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وأيضا تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة. كما اقترحت المملكة على لسان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحويل استثنائية عقد القمة عبر الاتصال الافتراضي إلى حالة ثابتة بعقد قمة الجي 20 مرتين، مرة افتراضيا في منتصف العام، ومن ثم بشكل مباشر وطبيعي في نهاية العام. السعودية أبهرت وألهمت العالم بتنظيمها لأول قمة افتراضية لمجموعة العشرين، وبرئاستها للمجموعة برهنت عن دورها الريادي. معنا الأستاذ طارق محمد الشيخ، مساعد الفريق التنفيذي في اللجنة الإعلامية لمجموعة العشرين، ليحكي لنا أكثر عن أسرار نجاح تنظيم قمة الجي 20. أستاذ طارق، يسعد صباحك. بداية خلينا نحكي عن الاستعدادات للقمة، يعني رئاسة السعودية للمجموعة هالسنة كانت مختلفة، بداية من انتشار فيروس كورونا وإقامة معظم الاجتماعات افتراضيا وصولا إلى يومي القمة، فاحكي لنا أكثر كيف كانت التجهيزات. صباح الخير لكم. طبعا بكل بساطة، حينما بدأت جائحة كورونا تجتاح العالم، رأت القيادة، قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، إلى أن تستغل هذه الفرصة لتظهر للعالم الجاهزية المملكة العربية السعودية وقيادتها. العالم أصبحت أنظاره تطلع إلى الدور القيادي للجي 20 في قيادة الملفات الحساسة التي لا تتحمل التأخير، وهذا ما تم خلال الفترة الماضية. خلية نحل متكاملة من جميع الوزارات ومن جميع الهيئات شاركت في عمل متكامل لخروج هذا المشروع إلى حيز الوجود بشكل راقي يليق بقمة
تليق بالمملكة العربية السعودية. نعم، وأكيد واجهتوا تحديات كثيرة بتنظيم قمة هالسنة، كيف قدرتوا تتغلبوا عليها؟ ولله الحمد، يعني بكرر يعني رؤية سمو سيدي ولي العهد كانت حريصة على استغلال البنية التحتية المتميزة في المملكة العربية السعودية، تشريعات رائعة وبنية تقنية جميلة تستطيع بكل بساطة أن تستجيب لمثل هذه المتغيرات. زي ما أنتم شايفين، يعني المملكة ولله الحمد لديها استعدادات تقنية عالية تم توظيفها حتى لا يخف الزخم الإعلامي. نعم. لأعمال الجي 20. وبالتحديد خلينا نحكي عن هاي الاستعدادات التقنية والاستعانة بالتكنولوجيا، يعني بالفعل برهنت السعودية عن ريادتها وقدرتها على فعل هالشي، احكي لنا أكثر عنه. طبعا يعني تبدأ كلمة السر هي في القيادة. القيادة كانت من أول ما بدأت الجائحة والعالم جميعه مرتبك، في أيام خرجت المملكة بقمة افتراضية كسرت البروتوكولات وقامت فيها المملكة بإظهار رشاقة وقدرة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، ووظفت التقنية، وظفت البنية التحتية إلى أن يجتمع صوت العالم كله ويخرج من الرياض. وهالشيء ظهر لربما ليس فقط بيومي القمة، ولكن أيضا خلال سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين. صحيح، طبعا الاجتماعات المجدولة خلال العام هي اجتماعات طبيعية تعتمد على السفر والذهاب والعودة وأعباء هذه الأمور. استغلت المملكة العربية السعودية هذه البنية في التركيز وتفعيل التقنية، وبالتالي حتى اجتماعات الفيرتشوال التي حدثت خلال العام كانت أكبر بكثير، وسجلت فيها المملكة العربية السعودية رقم قياسي في الاجتماعات المستمرة. نعم. لمجموعات العمل ومجموعات التواصل وحتى الاجتماعات الوزارية. وأنتم على الجانب الآخر في نقطة، نعم، في نقطة مهمة جدا، إنه الصحفيين في كل مكان كانوا يستطيعون أن يشاركوا هذه المناسبات، يقدموا أسئلتهم، يعيشوا معنا وكأنهم في عاصمة القرار في الجي 20 الرياض. يعطيكم ألف عافية أستاذ طارق الشيخ على جهودكم، يعني فعلا كانت واضحة ليس فقط في يومي القمة ولكن خلال السنة الماضية. بترك الكلمة الأخيرة لك. أبدا، إحنا يعني فخورين بقيادتنا، فخورين بشعبنا، فخورين بالإعلام العالمي والمحلي، وبيكم أنتوا الإعلاميين اللي كنتوا جزء من نجاح هذا المشروع. شكرا للقيادة الكريم سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين، ولمعالي وزير الإعلام الذي كان حريص على توظيف هذه المناسبة وخلق العديد من المناسبات المختلفة لتظهر إلى للعالم بشكل مميز. ونحن سعيدين وفخورين أن كنا جزء من هاي التغطية الإعلامية ولو عن بعد. شكرا لك الأستاذ طارق محمد الشيخ، مساعد الفريق التنفيذي في اللجنة الإعلامية لمجموعة العشرين. فخر زي ما قال الأستاذ طارق هو اللي كلنا نحس فيه، وصراحة نقول شكرا لدانا أنه هي خلتنا في جو اللجي 20 طوال الأسبوع. كانت تغطية ممتازة يا دانا، ولا غلطة، وإحنا دائما فخورين فيها دائما في كل تغطياتها. وفعلا يمكن هذا كان إنجاز كبير، لكن كانت سنة غريبة، سنة فيها كل الأشياء ما تسهل، لكن أنجزناها الحمد لله، والسعودية أنجزتها بكل سهولة الحمد لله. بالفعل سارة وهاني، أنا كنت فخورة وسعيدة جدا بتغطية هاي القمة، خصوصا أنه لما مرت السنة وحضرنا مبارح البيان الختامي شعرنا يمكن كلنا بنفس إنساني كتير كبير. القرارات اللي اتخذت ما كانت مجرد هيك أشياء وتقال عابرة. سعيدة جدا بحدوث هاي القمة ببلد عربي، هو البلد العربي الوحيد اللي بيمثل كل منطقتنا بالجي 20، فأكيد دائما سعادة وفخر بكل حدث من هالأحداث. ويمكن قرارات كانت أغلبها زي ما أنت قلتي دانا في الصبح، أنها قرارات إنسانية في سنة إحنا محتاجين هذا الشيء ونحتاجين نسمع هذا الشيء. شكرا يا دانا. شكرا يا دانا.